بشار الأسد الذي وعد بسلسلة من الإصلاحات أصدر مرسوما بالعفو العام. وبموجب المرسوم الذي بثه التلفزيون السوري فإن العفو سيشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، وبموجب المرسوم أيضا فإنه سيتم العفو عن كافة المنتمين إلى التيارات السياسية بمن فيهم المنتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين. كما يشمل العفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود ادعاء شخصي في تلك الجنايات. وعلى الصعيد الميداني، أفاد شهود عيان بسماع دوي إطلاق نار من رشاشات ثقيلة في مدينة الرستن قرب حمص وسط سوريا، حيث يواصل الجيش عملياته لليوم الثالث على التوالي. وفيما نفى بيان صدر من أهالي الرستن وتبليسة ما تردد عن استخدام السلاح ضد الجيش السوري مؤكدين على الطبيعة السلمية للاحتجاجات، أكد أحد النشطاء أن أهالي المدينة هاجموا مفوضية الشرطة واستولوا على أسلحة. ريف حمص نقطة ساخنة في تحرك الجيش السوري ضد حركة الاحتجاج. الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار الأسد تنفذ العمليات في مدينتي تلبيسة والرستن. وقال شهود إن دبابات الفرقة قصفت الرستن من أربع جهات، وطال القصف مدخل المدينة والمستشفى الميداني والمنطقة الصناعية. وتحدث ناشطون عن إنزال قناصة وعناصر من الشبيحة على مبنى مستشفى الباسل وشاركوا في الحملة على المدينة. هذا الوضع وحسب شهود عيان أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما لحق دمار كبير ب15 منزلا على الأقل بسبب القصف. أهالي الرستن أكدوا على الطابع السلمي للاحتجاج ونفوا تقارير بأنهم استخدموا السلاح ضد الجيش. وأوضح بيان أصدره الأهالي أن قناصة الأجهزة الأمنية قتلوا مجندين لاستفزاز الجيش ضدهم. وكانت وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن ناشطين أنه للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات استخدم سكان الرستن وتلبيسة بنادق آلية وقذائف صاروخية ضد قوى الأمن. التلفزيون السوري بث تقريرا من مدينة تلبيسة تضمن مقابلات مع أشخاص رحبوا بدخول الجيش. حاليا هلا مريحة جدا بعد ما الجيش فات وبسط سيطرته وقلنا المخربين من البلد. لكن حمص التي ازداد عدد القتلى في محيطها في الأيام الماضية شهدت مسيرات أحرق خلالها الأهالي سيارة للأجهزة الأمنية في رد فعل غاضب على الحملة العسكرية ضد الرستن وتلبيسة. عشرات من أهالي دارية شاركوا في مسيرات عبرت عن الغضب من استخدام الجيش السوري القوة ضد المتظاهرين، كما خرج أهالي الجولان في الحجر الأسود أحد أحياء دمشق في مسيرات للتضامن مع احتجاجات درعا وحمص. وقبل قليل وصفت الخارجية الأمريكية التقارير عن اعتقال وتعذيب وقتل الطفل السوري حمزة الخطيب، وصفتها بالمروعة والمفزعة. وكانت المعارضة السورية قد اتهمت السلطات باعتقال الطفل حمزة من مسقط رأسه في قرية الجيزة أثناء مسيرة تضامن مع أهالي درعا المحاصرة. من جانب آخر، وحول إطلاق أو العفو العام الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، قال الإعلامي السوري شريف شحادة للعربية، قال إن السجناء السياسيين سيكون لهم نصيب من قرار العفو، حيث يحرص النظام السوري على فتح صفحة جديدة مع الجميع. سجناء الرئيس السياسيين وما ذلك، طالما سنفتح صفحة جديدة أعتقد أنهم يكون لهم نصيب في هذا القرار العفو. وأعتقد أن من جملة الإصلاحات هو إخراج السجناء أصحاب الرأي كما نعلم جميعا. وأعتقد أن توجه السيد الرئيس لجعل سوريا موحدة ولجعل الرأي في سوريا وإن تشعب وإن اختلفنا، لكن على أن نختلف تحت شعار الوطن وفي مصلحة الوطن. إذا كان كل عملية نريد أن نشكك بها لما كنا وصلنا إلى هذه النقطة الآن من إصلاحات. وعملية التشكيك يجب أن لا تحصل، لأننا كل يوم نتخذ قرارات على مستوى الحكومي في سوريا، تتخذ الحكومة السورية خطوات ونجدها جيدة، ونجد الشارع العام حقيقة يتعاطف معها ويساندها. متابعة لذلك، معنا عبر الهاتف من دمشق المحامي أنور البني الناشط في مجال حقوق الإنسان. سيد أنور، أهلا وسهلا بك. كيف قرأت قرار العفو العام من قبل الرئيس الأسد؟
هل هذه خطوة بالاتجاه الصحيح؟ طبعا مطلب العفو عن المعتقلين السياسيين هو مطلب مزمن لنشطاء وحركة حقوق الإنسان في سوريا. عفوا بس وضعتم صورة الأستاذ هيثم مالح. حيجري تبديله. تفضل. لا مشكلة. فمطلب هو مطلب مزمن حقيقة لكل نشطاء حقوق الإنسان في سوريا. لكن ما علمته الآن منذ قليل أن مرسوم العفو الذي صدر تحت رقم 61 تاريخ 30/3 لم يشمل جرائم سياسية كما جاء على تويتر. شمل حقا جريمة القانون 49 التي تنص على الإعدام بحق المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه تجاهل تماما الجرائم السياسية أو ما يوضع تحت بند أمن الدولة الداخلي، والتي هي الانتماء لجمعيات سياسية أو التظاهر أو نشر الأنباء التي حكمنا عليها جميعا. وطبعا أنا قضيت 5 سنوات في السجن، ومنذ أسبوع فقط خرجت بعد 5 سنوات بسبب قيامي بالدفاع عن حقوق الإنسان. طيب سيد أنور، يعني تجربتك في السجن معروفة جدا للقاصي والداني، إذا هل يمكن القول أن قرار العفو هذا، سواء تجاهل يعني الأمور التي ذكرتها أو لم يتجاهلها، هل تسحب هذه الخطوة فتيل التأزم أم المطلوب من قبل المعارضة السورية أكثر بكثير؟ طبعا هو أحد المطالب المزمنة، لكنه عدا أن المرسوم المذكور تجاهلها تماما كمطلب لنا، وإنما جاء بنصف العقوبة فقط على الجرائم جميعها بما فيها الجرائم السياسية، مما يعني أن هناك عدد كبير لن يخرج، سيخرج فقط من قبل. يعني أفهم من كلامك سيد أنور أن هذا القرار لن يحل المشكلة. طبعا طبعا، لأن هناك مطالب أخرى. الآن هناك المطلب الأساسي والذي هو على الأرض تماما، هو سحب الجيش، وقف العنف تجاه المتظاهرين، وسحب الجيش والأمن من المدن والشوارع، وفك الحصار عن المدن. هذا المطلب الملح الآن، وهو الواجب. طيب سيد أنور، طب مع ذلك يعني هنالك حديث عن أن الرئيس الأسد سيشكل لجنة للحوار الوطني خلال 48 ساعة، هل جرى إعلامكم أو الاتصال بكم للمشاركة في هذه اللجنة؟ طبعا نحن كحقوق إنسان لسنا جهات يمكن التحاور معها حول لسنا جهات سياسية نمثل شيء على الأرض. نحن حقوق إنسان، وأنا قلت نحن مستعدين لتقديم كل ما يلزم من أرضية وقانونية وشروط لإنجاح أي حوار يمكن أن يجري. ونحن ندفع دائما باتجاه الخروج السلمي من أي أزمة، فما بالك بهذه الأزمة التي يعاني منها الوطن الآن. طيب. لكن الأرضية الأساسية لإنجاح أي حوار هو أولا اعتراف بوجود معارضة، اعتراف بحقوق الناس أن تعبر عن نفسها، والاعتراف بأن هناك أزمة يعاني منها البلد. هذا طيب. المسألة حتى الآن لم يتم الاعتراف بها، ومرسوم العفو الأخير الذي صدر أكد أنه لم يتم الاعتراف بالأزمة. طيب. ولم يتم إطلاق سراح المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفية آرائهم. على كل، من دمشق المحامي أنور البني الناشط في مجال حقوق الإنسان لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك.